السيد النائب والمحامي ضياء الدين داوود عضو اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. أهلا بك يا فندم، اتفضل. مساء الخير أستاذ عمرو، مساء النور على سيادتك والسادة المشاهدين جميعا. ملاحظات حضرتك على قانون الإجراءات الجنائية، طبعا بنتكلم على 540 مادة، أكيد ممكن يبقى في حاجات تتفق معاها وتختلف عليه. خلينا الأول، حضرتك مش هتقدر تقيم الموقف اللي احنا موجودين فيه إلا ما تعرف التاريخ الذي مر به مشروع قانون تعديلات تجرى على قانون الإجراءات الجنائية. وقانون الإجراءات الجنائية يعني المشتغلين بالقانون يتكلموا عن حط السور الأصغر، هو رابط الحريات وحميها ومنظمها تحت مظلة الدستور. الحكومة أرسلت هذه التعديلات للمرة الأولى عام 2017. أيوة. ولما تعرف من 2017 عشان تعرف إن إحنا وإحنا بنشتغل على مشروع قانون لما أحيل أو تمسكت به الحكومة مرة تانية في 22، إيه الفارق ما بين اللي حصل في 17 واللي حصل في 22؟ لما أحيل في 17 وأحيل من المجلس للجنة الشؤون القضية والتشريعية اعتبرته مشروع جاي من الحكومة، هنتعامل معاه بطريقتنا العادية، نفرغ له عدد من الجلسات امتدت لقرابة العام، ولكن ناقشناه كأعضاء لجنة شؤون دستورية تحت مظلة الدستور وقانون ولائحة المجلس. تقريبا كان كل يوم نخلص جدول أعمالنا ونطلع قانون الإجراءات نقول إحنا واقفين في مادة كام، وكان بيتشاركنا ممثل الحكومة فقط، كانت وزارة العدل في هذا التوقيت، وكان يمثلها طوال الجلسات طوال عام كامل المستشار محمد عيد محبوب، كان مساعد لوزير العدل والذي تولى بعد ذلك رئاسة محكمة النقض. وانتهينا إلى ما انتهينا على المواد المرسلة من الحكومة وما أجرينا عليها من مناقشات وتعديلات، ثم جمد هذا القانون ولم يرى النور، وانتهى الفصل التشريع الأول ولم يصدر هذا التشريع. فلما جينا في 22 مرة تانية في ظل رئاسة للمجلس لقاضي جليل مستشار الدكتور حنفي جبالي، واطلع على التاريخ الذي مرت به هذه التجربة في 2017، فرأى أنه من حسن اللزوم العقلي أن نتجنب أخطاء من الممكن أن يكون قد ضجر بها المجلس أنه تعامل مع هذا القانون على أنه قانون اعتيادي، لأنه في الآخر القانون ده بيروح للهيئات والجهات المخاطبة بتنفيذه، فالنيابة العامة ممكن يبقى ليها تحفظات، مجلس القضاء الأعلى ممكن يكون له تحفظات، طبعا المحامين يكون لها تحفظات، المجلس القومي، يبقى القانون في الآخر هيجمد. طب بما أننا عايزين نتجنب ده ونكون أمام استحقاقات دستورية تضمن الحقوق والحريات العامة وتحافظ على حقوق وحريات المواطنين وتحمي حقوق الدفاع والحبس الاحتياطي فيها ما يتحولش إلى عقوبة، فرأى رئيس مجلس النواب أن تشكل لجنة واسعة فرعية، لأنه لو أنا أفرضت للجنة التشريعية التصويت هيكون لأصحاب التصويت الحق الأصيل، مين هم؟ مين أعضاء لجنة الدستور التشريعية طبقا للدستور، فعملت لجنة موسعة فيها كل الأطراف برؤية رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي علشان نسمع كل الأصوات ونطلع على كل التعديلات التي من الممكن أن يتقدم بها أين. فجاءت اللجنة تشكيلها بعيدا عن الخمس أعضاء مجلس النواب اللي هم نصر عثمان ومحمد غاضي مع حنفظ ألقاب ومحمد عبد العزيز وضياء داود وهشام هلال وإيهاب غمضي، الأستاذ الدكتور محمد شوقي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ الغرفة الثانية، المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ عضو قانوني يبقى موجود معانا، القاضي الدكتور محمد سامي العواني نائب رئيس محكمة النقض ممثل لمجلس القضاء الأعلى، عظيم، المستشار رامي سمير عبد التواب المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام، المستشار الدكتور حسام الدين شاكر رئيس مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي في النائب العام، المستشار محمد عبد الفتاح نشأة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عاطف محمود خليل نائب رئيس مجلس الدولة، اثنين عمداء العميد دكتور أحمد عبد المعز وزارة الداخلية، العميد أحمد إسماعيل وزارة الداخلية، المستشار الدكتور أيمن رخا عن قطاع التشريع بوزارة العدل،
الدكتور احمد الضبع واستخلفه اخ عزيز لنا بعد ذلك ممثلا لوزاره شؤون المجال. يعني كل الناس اللي ليه علاقه بهذا القانون، كل حد يا دكتور عمرو. ايوه انا برد لك، وانا بقول هذا الكلام انا برد على مآخذ نتيجه عدم الاطلاع على ما حدث. انا بجاوب لك على بعض الاسئله، وفي الاخر المنتج اللي طلع ده منتج بشري نسب الصحة لا يزال منظور في اللجنة التشريعية، وسيعقب اللجنة التشريعية الجلسة العامة. ولكن من الإجحاف إنك تقول وإحنا قاعدين نشتغل 14 شهر دول موجودين، والأستاذ الدكتور أسامة حسنين عبيد وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة، أستاذ القانون الجنائي طبعا، الدكتور محمد شحاتة أساتذة ودول ناس شاركت في كتابة الدستور نفسه يا فندم، والمستشار الجليل الدكتور محمود الداخلي الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ عبد الجواد أحمد مجلس القومي لحقوق الإنسان. ده التشكيل علشان ما يبقاش في جهة في مصر مخاطبة بالإجراءات الجنائية. فأنت مطمئن للوقت يا أستاذ عمرو. أيوة. المسألة مش اطمئنان ولا عدم اطمئنان، المسألة ان ده الدستور الأصغر اللي بيطبق. ايوه طبعا، انا قلت كده في اول حلقة ان ده اهم قانون بيطبق الدستور الأصغر. انا نقدر نختلف مع اي نص مادة، ولكن اقول عذري عندما كنت موجود في هذه اللجنة ان انا لم امكن، منعت، كانت جلسات ديكتاتورية، كانت جلسات ما بيسمع، ده اتخلق رابط الكتروني ما بين كل الاعضاء دول. بدأت اجتماعات اللجنة دي تشكلت بتاريخ 4 سبتمبر 2022، عقدت أول اجتماعاتها في 28/12/22، استمرت لمدة 14 شهر، أنهت أعمالها في 6/3/24، يعني 14 شهر ب 28 اجتماع ب 86 ساعة عمل. في رابط إلكتروني حضرتك بتبقى بتقول لك والله هنشتغل على المادة من 1 لـ10، ملاحظات حضرتك في الاجتماع الجاي لابد ان نصيغها عشان كل الاعضاء يشوفوها، واللي عنده تعقيد عليها او غض او تعديل. يا سياده النائب، يعني انت مطمئن للوقت اللي خده هذا الدستور المصغر بصفتك نائب معارض لما حدث في مناقشه هذا القانون المهم؟ ده سؤالي واضح ومباشر. الاطمئنان من حيث الإجراءات ومن حيث المنتج النهائي الذي يحتمل الاختلاف مع وارد. بعض وارد، دول 540 مادة وارد، بأسباب ومبررات قانونية مقبولة نجري العمل عليها دراسة ونأخذ بشأنها التصويت من أعضاء الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان. يعني على سبيل المثال، أيوة، زملائنا في نقابة المحامين، وانا انت تعرف ان انا نقابي طبعا، لهم تحفظ على الماده 69. فالماده 69 دي اللي قالت يا عمرو بيه، خليني اطلعها قدامك. بتقول يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنيه وللمسؤول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع اجراءات التحقيق، ويجوز لعضو النيابة أن يجري التحقيق في غيبتهم، هنا الاستثناء أهو، متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وفور انتهاء تلك الضرورة يمكنهم من الاطلاع على التحقيق، وله في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، ولهؤلاء الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، ويحق للخصوم اصطحاب وكلائهم في التحقيق. دي ثلاث مراحل. اولا قرر الحق الاصيل بانه يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنيه والمسؤول عنها ولوكلائهم ان يحضروا جميع الاجراءات. وبعدين قال لك طب افرض ان دي قضيه اغتصاب. مفهوم يا فندم. وما تقدرش ان انت تواجه المجني عليها بالمتهم. مفهوم. ده تقدير السيد وكيل النيابه. طبعا مفهوم. هنا لا. المحاذير نتيجة ان احنا في التطبيق ممكن ان يحنف مطبق للنص وان يتجاوز في حدود الاستخدام. هنا لا. ده اجراء يصاحبه البطلان. طب استاذ ضياء، استاذ ضياء، المسألة اللي كانت لامعة قوي في هذا الامر موضوع الحبس الاحتياطي، هل انت راضي عن الاربع شهور وال 12 شهر؟ استاذ عمرو، نعم استاذ عمرو،
القوانين اللي زي قانون الإجراءات الجنائية لا تقرأ في مواد منفردة. قانون الإجراءات الجنائية يقرأ وجميعه كوحدة واحدة، لأن أنا أستطيع طبعا حتى الاحتياط اللي تحول في مصر خلال 50-60 سنة تحول إلى عقوبة، وإن أنت تمدد لك بالضبط بالضبط لك قاضيك الطبيعي على ما توصل له كون قعدت 5-6 سنين في الحبس. ما فيش حد في العالم بيعمل كده. لما حط النهارده سقف ان بعد ما كانت محكمه النقض من شأنها ان هي تمدد فوق السنتين بسنتين وسنتين وتفضل محبوس احتياطي الى يوم القيامه العصر، فانا شد الصف واقفل واقطع ده، يبقى في انجاز حصل وفي تقدم. هل هذا هو منتهى المنى ولا هذا انجاز وتقدم بخطوات واسعه الى الامام؟ لما كانت الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد وبالاعدام امام محاكم الجنايات يجوز ان انت تتحبس فيها احتياطي لمده سنتين، فانا خليها لك 18 شهر، وفي الجنايات العاديه 18 شهر خليها 12، وفي الجنح خليها 4 شهور بدل 6 شهور. معناها انه في مكسب حقيقي وشتيت سطر على التنبيذ. يوم يقول لك النهارده الانحراف والتطبيق، النص لا يمكن ان هو يتضمن امتناع عن انحراف، لانه اي انحراف يترتب على الاجراء البطلان. بالظبط. ولكن في النهايه هل معنى هذا انه هذا لا ياتيه الباطل لمن بين يديه؟ لا، كل حاجه لا. يعني لما تسالني انا اقول لك ال 18 لا يبقوا 12 وال 12 يبقوا 8، احنا عايزين نقلل هذا الامر طبعا. يا استاذ عمرو دليل ايه؟ يعني انا استكمل حديثي، لما تيجي نتكلم على المادة 169 اللي تضمنت بعض الإجراءات اللي متعلقة بالتحقيق ليس من ضمنها استجواب المتهم، لأنه وأنا بقول لك قانون الإجراءات يقرأ وحدة واحدة لابد أنك تكون مطلع على نص المادة 104 من المشروع اللي بتقول لك لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه. هذا حق أصيل يعني. إيه لو سمحت يا أستاذ عمرو، خلي الرأي العام يسمع كل التفاصيل. أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميا، وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في قلم الجنائي للنيابة التي يجري التحقيق في دائرتها، أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، يعني بلغ مأمور الإسم والضابط اللي عندك مين محاميك. كما يجوز للمحامي أن يتولى هذا التقرير بنفسه، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعين له من دفاع أو طلبات أو ملاحظات. يعني أنا من أول ما يتقبض عليا يا أستاذ ضيا، معلش ساعات لازم أقولها كده بالبلدي، أنا عايز المحامي بتاعي زي ما بتشوف في الأفلام الأمريكاني كده. يعني أنا محدش يقرب لي ولا يعمل لي أي حاجة غير المحامي بتاعي، وأنا من حقي مكالمة هاتفية، ومن حقي إن أنا أثبت كل الوقائع، ومن حقي إن أنا ألتزم الصمت. وتحقق باسم محاميك، ولو ما كان لكش محامي ينتدب لك محام. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي، وللمحامي الحق، وللمحامي أن يثبت ما يعني له من دفاع. ويصدر المحقق، لو كان المحامي ده منتدب، ويصدر المحقق بعد التصرف في النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي، ده كان موجود قبل كده، بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية. والمادة 105 اللي جاية بعدها على طول بتقول يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بيوم على الأقل، ما لم يقرر عضو النيابة غير ذلك. بالضبط. في جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق. قال لك بقى إيه؟ قال لك ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. يعني ايه بقى التفسير بتاعها هم قالوه؟ قال لك غير ذلك دي معناها ان ممكن ما يمكنوش خالص. لا، ما لم يقرر غير ذلك عائدة على المدة. مفهوم. 24 ساعة ده لما يكون عندك متسع في الوقت. طب محضر جمع الاستدلالات والضابط بعت المحضر بعد 4 ساعات عن النيابة، هتجيب يوم سابق ازاي؟ يبقى عضو النيابة هيمكنك فورا قبلها ب10 دقائق أو قبلها بنص ساعة. يبقى ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. طب لو جه حد انحرف بدي وفسرها تفسير تاني،
نعود إلى مضابط مجلس النواب، لأن دي اللي بيستظهر منها نية المشرع عند إصداره النص. مضابط جلسات مجلس النواب. أكيد سيادة النائب، سيادة النائب أكيد هنحتاج جلسة بقى جوه الاستوديو بعد ما يتم إقرار القانون نشرحه بشكل موسع وشكل كبير، بس واضح إن في مجهود محطوط في هذا الأمر يعني بشكل واضح. هتعملوا جلسه جوه الاستوديو ولا هتعملوا معايا زي ما انت كنت في لندن وسبتوني ثلاث اربع ساعه وفي الاخر ما دخلتونيش؟ والله يا فندم دي حاجه ليها علاقه بالقمر الصناعي، ما كانتش بسببي انا، اسف ان احد، بس يعني ادينا عوضناها النهارده. التعويض مساله ان الراي العام المصري، هذا البلد الكبير اللي بيناقش فيه قانون كبير ومهم غايه في الاهميه، نتمنى ان يرى النور، ونتمنى ان المناقشات الجاريه حاليا أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أنها تستكمل على النحو الذي تسير على أساسه، وأن احنا نتلقى كل تعديل ممكن أن تبادر به كائنا من كان على أي نص ممكن أن احنا نكون وصلنا له في أعمال سواء اللجنة الفرعية أو اللجنة التشريعية، لأنه بعد اللجنة التشريعية عندنا الجلسة العامة في البرلمان، ومن اللي مش أعضاء في اللجنة التشريعية ورؤساء الأحزاب ورؤساء لا الأحزاب. أكيد هنعمل جلسة كبيرة وتمتد بساعات، لأنه كل واحد في مصر هذا القانون مهم جدا بالنسبة له من ناحية أو أخرى، يعني أنت دائما هتكون القانون ده مهم بالنسبة لك. سيادة النائب والمحامي ضياء الدين داود بشكرك شكرا جزيلا. سيادة النائب إيهاب الطماوي أنا بشكر حضرتك